مات مات. مات مات. قوم قوم. عماد عماد عماد. قوم 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 الكود. ما راح ينفعك بشيء. عكس عقل. طهري له الجرح ورجع يعطي. بنزف كتير؟ خففت النزيف بس مش عارف لوين بدي اوصل معك. عن شي حكيم مستوصف اقل شي ممرض. اقرب حكيم على الساحل. نحن وين والساحل وين؟ ما تتركني. انت ما تتركني. شد همتك وخليك واعي. فهمت عليك. رح ضلني واعي. مش ناوي اني موت. نرتاح شوي ومنكمل طريقنا. شكرا. رح اتعبك معي. مهم تعيش. شو اسمك؟ رامز امين. العائلة ابو امحى. نادر ابو امحى. جيسوس تركي. مين حطك معي بالجبهة؟ شو كنت ناوي تعمل؟ انا جيسوس؟ ليش حتى اكون جيسوس؟ انا كنت هربان معك ومع واحد تاني. التاني مات وانت حملتني معك على ظهرك وجبتني لهون. احكي الحقيقة. عمل حالك هربان من العسكرية حتى تجسس علي؟ ليش حتى اتجسس عليك؟ حدا بالمتصر فيي شاكك اني من بيت ابو امحى وبعتوك لحتى تتاكد من هويتي. يمكن ايه يمكن لا. صدقني ما عم بتذكر. شو يعني ما بتتذكر؟ حدا ما بيعرف حاله اذا كان جيسوس تركي او لا؟ صدقني يا رامز انا ما بتذكر الا وركض معكم بهالحقله. عم تتشاطر علي كثير. أنا بقدر أتركك تنزف هون وتموت. حكي الحقيقة. الحقيقة قلتها. صدقني. رامز رجع يا رامز. بترجيك ارجع. حياتي بين إيديك. شو اسم بيك؟ نديم. شو قلت؟ اسم بيي نديم. وامك؟ كريمة. مين عطاك هالاسامي؟ انا بعرفها. بعرف ناظم اغا وبنته سمية.
كان عمري 18 سنة، كنا نتنزه ونعمل مشاوير سوا. شو عيلة ناظم أخا؟ ثروت. ناظم ثروت أخا. كيف جيت على العسكرية؟ ما بعرف. في بنت ناطرة بيا عندكم، شو اسمها؟ ما بتذكر. جاسوس كلب. ما تتركني يا رامز، عم بنزف.